متابعين الكرام، بالنسبة لأعمال الصحي أرجو أخذ الحيطة والحذر والانتباه. مثل ما أخبرناكم سابقا أن أعمال الصحي يعتبر نمرة واحد لأساسيات البيت الصحيح اللي بادي من الصفر كقسيمة أو بنيان قديم ودقة قاعة وبناه من جديد. لذلك انتبهوا على النبل، هذا اللي بالمصري يسمونه النبل اللي هو التطويلة أو يسمونه الكونكتر بين البايب بالتغذية وبين الجير أو الخلاط أو الشاور بوكس، هذا لازم تأخذه درجة أولى وجديد. إذا أخذت تقليد مو درجة أولى راح يخر عليك والتسريب ينزل إلى أرضية الحمام ويخر على اللي تحت، وتعال دور وين مكان الخرير. لذلك تحروا اختيار الشيء الأصلي خاصة في التطويلات اللي يسمونها النبل.